لا شي مرباح على سي مرباح واش تقدر تقول لنا على المرحوم قصدي مرباح واش نقول لك دابور لا بروميير بالعربيه يا اخي الحاجه الاولى اللي نقدر نقولها على سي قصدي مرباح هو سي ان ليغاليست راجل يتبع لا ليغاليتي ما كان فيها لا هذه لا هذه كونترارمون واش هم يقولوا عليه ثانيا مؤسس مسرحه اللي دارت لسبيل البلاد حتى واحد ما ادرى بها لان كان كلش في الخفاء ما يلزمش نشوفوا المؤسسه اللي كان على راسها على حساب بعض من الاعمال اللي كانوا يديروها بعض من الناس عمدا باش يوسخوا هذه المؤسسه هذه المؤسسه كانت فيها رجال اللي كانوا حب الوطن والجزائر قبل كل شيء والثبوت كاينه الى اخره ما كان حب الحكم خاطرش كان حب الحكم نهار توفى سي بومدين الله يرحمه كانت قواعد اللعبه بين يديه وطلبوا له كاين اللي يقولوا باللي ما طلبولوش يكون هو وقال لهم انا ما نقدرش خيروا اللي كبير في السن وفي الرتبه هذيك اللي خيروا شادي بن جديد خير الامور اوسطوها لان كانت معركه بين زوج ولا ثلاث مسؤولين كبار على جال وقال انه فيه اثنين اللي زكاو شادلي بن جديد قصدي مرباح وبوصوف رحمهم الله. نعم يقال انه فيه اثنين اللي زكاو شادلي بن جديد قصدي مرباح وبوصوف. لا لا نو نو ما هو قصدي مرباح اقترح كانت المعركه بين بن شريف بوتفليقه ومحمد صلاح الحيوي هذه ما يلزمش نغطوا الشمس بالغربال ومن تم قصدي مرباح اقترح لوفيسي لو بلوز انسيان دون الكراد اي لو بلوز اجي يعني راجل عاقل اكسيتيرا هذه هي ما ايه سي نو يا اخي قال في الرئاسه قال حتى واحد ما يخرجش حتى تفروها حتى تفروها دونك مرباح سي ان بيرسوناج كو الجيريا بيردو البلاد هذه ضيعت شخص لربما لو كان عنده الحظ يكون على راس البلاد النظرة كانت تتبدل هذا هو وهذا على هذه اللي رانا هنا اليوم وكاع الرفقاء والاصدقاء ومع الاسف هذوك اللي عاونهم باش ولاو مسؤولين ما راهمش هنا هذه هي كما سي بومدين ترى تلكم اللي راهي هنا حتى بعض من المسؤولين لو كان ماشي هو ما يكونوش عباد بنو ادم برك ودوكا ولاو يتجرحوا ويقولوا كلام اللي ما يتصورش في العقل عليه الناس اللي كانت بفضله كانت محمية والأدلة كاينة والأمثلة كاينة إلى آخره ما فيهاش أنا كي نشوف ناس تقردش السيد توفى الله يرحمه ويرحم الشهداء ويرحم اللي ماتوا على هالبلاد واش عندك تهضر ما كاش شكون يقابلك اللي يقدروا يقابلوك راهم حاضرين بصح ما يتكلموش خوافين يخافوا يتكشفوا هاي القضية ده هو قصي مربح بملخص ما هوش